30 صورة تثبت لنا انتصار الطبيعة في معركتها ضد الحضارة في منطقة تشيرنوبيل المحظورة. وقعت أسوأ كارثة نووية على الإطلاق في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في مدينة بريبيات في أوكرانيا سنة 1986. ما زالت هذه المنطقة تعاني من آثار هذه الكارثة حتى يومنا هذا. توجد منطقة محظورة تبلغ مساحتها 30 كيلومتر حول موقع الكارثة، وما تزال هذه المنطقة ملوثة بالإشعاعات النووية الصادرة عن هذه الحادثة الكارثية. على الرغم من اعتبار هذه المنطقة المحظورة غير صالحة للسكن حتى هذا اليوم، إلا أننا قد لاحظنا عودة صادمة للحياة البرية فيها. يقال أن هناك أكثر من 60 نوعا مختلفا من الثدييات التي تعيش هناك، ومن بينها الخنازير البرية والأيائل. أما بالنسبة للذئاب فقد لاحظنا وجود أعداد كبيرة في هذه المنطقة المحظورة، يفوق عدد الذئاب المتواجدة في المحميات المجاورة بسبعة أضعاف. بعيدا عن التوقعات الكثيرة حول أن هذه الأرض ستصبح أرضا قاحلة تغيب عنها مظاهر الحياة المختلفة، إلا أنها أصبحت بغياب البشر مجمعا بيولوجيا متنوعا، فأثبتت لنا هذه المنطقة مدى قوة الطبيعة في التعافي بعيدا عن أي تدخل بشري يعترض طريقها. جمعنا لكم في هذا الفيديو على قناتنا مجموعة من الصور الرائعة التي تثبت قوة الطبيعة في التعافي. ستتفاجأ عند رؤيتك الطريقة التي انحصرت فيها الكتلة الخرسانية الرمادية تدريجيا لتصبح أرضا خضراء، حيث غطت النباتات والأشجار أنقاض هذه المدينة السوفيتية بشكل تدريجي. كما يمكنك التعرف على أكثر المظاهر البيئية شهرة والتي تبدو في حالة جيدة بالرغم من التلوث الإشعاعي الكبير الذي طال البيئة من حولها. هذا هو ثعلب مدينة بريبيات الشهير، الثعلب سايمون. وقعت هذه الكارثة النووية نتيجة لخطأ بشري بحت. وفقا لما أعلنته وكالة الأخبار رويترز، قام مشغلو المنشأة بانتهاك قواعد السلامة، حيث قاموا بإغلاق أنظمة التحكم المهمة في المفاعل رقم 4 مسببين انخفاض طاقته لدرجة كبيرة وغير مستقرة. أدت زيادة الطاقة فيما بعد إلى حدوث سلسلة من الانفجارات، ففي تمام الساعة 1:24 صباحا انفجر غطاء المفاعل الصلب المصنوع من الخرسانة مطلقا سحابة كبيرة من السترونيوم المشع والسيزيوم والبلوتونيوم عبر شمال وغرب أوروبا وصولا إلى أقصى شرق الولايات المتحدة الأمريكية. أثرت هذه الانبعاثات المشعة على كل من أوكرانيا وروسيا البيضاء وأجزاء من روسيا وأوروبا. قرر منتدى تشيرنوبيل المؤلف من مجموعة من 8 وكالات تابعة للأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا البيضاء وروسيا عدد القتلى الناتج عن هذا الانفجار ببضعة آلاف شخص. صرحت وكالات الأمم المتحدة أن حوالي 4000 شخص لاقوا حتفهم بسبب التعرض للإشعاع، ومع ذلك أصدرت مجموعة السلام الأخضر للبيئة تقديراتها مشيرة إلى أن عدد الوفيات الحقيقي هو أكثر بكثير من هذه التقديرات الرسمية. ولا ننسى حالات الوفاة السرطانية التي قدرت ب93 ألف حالة في جميع أنحاء العالم. في حين أشار اتحاد تشيرنوبيل في أوكرانيا وهو هيئة حكومية إلى أن عدد الوفيات التي وقعت جراء هذه الكارثة يقدر بحوالي 734 ألف شخص. شجرة تنمو في الطابق الثامن. خيمت الحياة البرية والطبيعية على مدينة بريبيات. ما هي ضريبة الأكاذيب؟ الخيول البرزواليسكية. ظهرت مجموعة من الخيول البرزواليسكية ترعى في منطقة تشيرنوبيل المحظورة في خلفية هذه الصورة. يمكنك رؤية المأوى المؤقت التابوت 2، وهو تابوت خرساني تم بناؤه حول المفاعل لمنع تسرب الإشعاعات. حاولت السلطات السوفيتية التستر عن هذه الكارثة النووية، حيث أنها لم تعترف على الفور بهذا الانفجار خلال الأشهر الستة التي عقبت الانفجار. تم بناء غطاء حماية أطلق عليه اسم التابوت، الهدف منه تغطية المفاعل المنكوب لحماية البيئة من الإشعاعات لمدة 30 سنة على الأقل. ظهرت بعض الشقوق على سطح هذا الغطاء في الوقت الحاضر، الأمر الذي دفع الحكومة إلى بذل جهد دولي لتمويل بناء غطاء جديد
يتم إزالة الوقود النووي المشع من المفاعل حتى يومنا هذا. سادسا، موقع دفن أحد الحيوانات الأليفة في تشيرنوبيل. حجرة هاتف قديم مخبأة في الطبيعة بين بريبيات. لم يستخدم هذا الهاتف منذ سنة 1986. قد تطرح على نفسك هذا السؤال: كيف تمكنت النباتات والحيوانات من النجاة في ظل ارتفاع مستويات الإشعاع في هذه البيئة المشعة؟ للإشعاعات النووية آثار ضارة على النباتات والحيوانات، ولكنها لا تسبب لها الموت، إنما تقصر من حياتها فقط. ولكن في ظل توفر الموارد التي تحافظ على الحياة بكميات كافية، فإن الحياة البرية ستزدهر بشكل كبير. وفقا لموقع ساينس أليرت، فإن الأضرار الناتجة عن الإشعاعات النووية قد تبدو أقل قسوة بعد مقارنتها بالفوائد التي تجنيها الطبيعة من وراء مغادرة البشر لهذه المنطقة، حيث أصبحت منطقة تشيرنوبيل المحظورة واحدة من أكبر المحميات الطبيعية في أوروبا. فقد أصبح النظام البيئي داعما للحياة بشكل أكبر من ذي قبل، بصرف النظر عن حقيقة أن دورة حياة الكائنات هناك أقل مما كانت عليه سابقا. بطريقة ما، كشفت كارثة تشيرنوبيل عن المدى الحقيقي لتأثيرنا السلبي على هذه البيئة. فقد أظهرت آثارا أقل تدميرا مقارنة بكمية الضرر الذي خلفه البشر على البيئة. انسحاب البشر من تلك المنطقة أعطى للبيئة فرصة للعودة لما كانت عليه سابقا. الطبيعة تنتصر في معركتها ضد الحضارة. بعد مرور 30 عاما، تحولت منطقة بريبيات لتصبح محمية طبيعية. منزل تغطيه النباتات في زاليسيا، وهي قرية موجودة ضمن منطقة تشيرنوبيل المحظورة. وهذا الذي يظهر أمامنا هو مستشفى بريبيات بتشيرنوبيل. هو مبنى ضخم في بريبيات، لا تزال ملابس رجال الإطفاء الذين كانوا أول الواصلين لموقع الانفجار موجودة في قبو هذا المستشفى. تعتبر الغرفة التي بداخلها هذه الملابس واحدة من أكثر المناطق المشعة في منطقة الحظر بأكملها. لم تتلقى المباني في مدينة بريبيات الأوكرانية أي نوع من الصيانة منذ أكثر من 30 عاما. هذه الصورة من داخل المستشفى، فالإهمال واضح. هذه الصورة لموقف الباص في تشيرنوبيل.